مسلسل لؤلؤ اللي اتعرض على قناة اون تي في كان حالة استثنائية في المشاهدة. بخلاف الأرقام الفلكية على الإنترنت واليوتيوب والوسائط الإلكترونية أو الديجيتال، حالة المشاهدة المرعبة للحلقات وإعادة الحلقات كانت تمثل حالة استثنائية. المسلسل 40 حلقة، الحلقات كلها بتتشاف، الناس بقى بتقعد تسأل وتتابع وتسأل هو مين اللي قتل، هو مين اللي اتجوز، هو مين ضد مين مع مين. الناس انشغلت بتفاصيل كتيرة جدا لها علاقة بمسلسل لؤلؤ. المسلسل نجاحه كان أكبر بكتير جدا من أي توقعات عادية. فئات عمرية مختلفة بتتفرج عليه. الحقيقة إنه مسلسل لؤلؤ بحلقاته عملوا حالة أكتر من المسلسلات التركية، خلت كتير من المشاهدين يقعدوا يتابعوا الحلقات من البداية إلى النهاية. أنا سنية سيد بدوي، قصدي لؤلؤ. شكلها كده الدنيا تتحك لنا ولا ايه؟ مرة انا لؤلؤ النجم بعيد علي، حالة نادرة وتقلها بالغلي، زي ما فيش نجم على قفيش واكل الجو واثقة بحالي. ياكش تكون فاكر ان لما كنت برفض الحاجات اللي انت بتجيبها لي اني كنت بعلي عليك. مش نسخة تانية، انا درجة اولى وسابقة عصري في 100 سنة. كماليا اللي طفى عليا طفى عليك يا استاذ سنية. لازم سنية بكل تفاصيلها بكل اللي حواليها تموت، ولؤلؤ بس هي اللي تعيش. لا يا فيلا، كان زمان الكاميرات قفشتك، وكان زمانك دلوقتي رقبتك دي تتمرجع على المجنمة. أنا مش عايز حد يطبطب عليا، أنا لا مكسورة ولا عويلة عشان حد يطيب ويداوي. أنا طيبة، بس اللي يدوس عليا بيطلع أوحش ما فيا، وأوحش ما فيا حية ما بتلدعش غير في الوش. أنتي مش عارفة أنا حسيت بإيه بعد زيارتي ليكي في المستشفى. أيوة، جاي بعد إيه؟ ما أنا كنت ملكك، مستعد أموت عشانك. وأنت كمان وحشتيني أوي. فارس أحلامي، حبيب قلبي وحبيب أيامي. النجمة مي عمر أو لؤلؤ. انا على الجميع انزل خطر، عايزين قصادي عن الوصول، من حد عنده الجرأة ينكر امتي اتفضل يقول. بطلع لفوق وانجح واروق، وصولي ازمة لناس كتير، بزرع تعب واحصد مكان عالي والسماء بيكبر نقيب. انا لؤلؤ لؤلؤ لقلقة، انا لؤلؤ الشمس مشقشقة، بطلة العمل اللي له نجاح واسع الصيت بشكل كبير جدا، النجمة مي عمر، ألف مبروك. ميرسي، الله يبارك. هو انت مبسوطة ولا متوترة؟ أنا مبسوطة ومتوترة الاثنين. ليه بقى؟ ده الناس بيقولوا أكيد مي الدنيا مش سايعاها، يا أرض تهدي معليكي قدي. من أعلى نسب المشاهدة اللي حصلت في السنوات الأخيرة على الإطلاق. الحمد لله، يعني الحمد لله. شكرا. ايه اللي موترك؟ معرفش، يمكن نسبة المشاهدة والنجاح بتخليكي دايما قلقانة وخايفة أكتر، وحاسة طب اللي جاي ايه؟ طب هعمل ايه؟ طب هيبقى نفس النجاح ده ولا لأ؟ لازم أعمل حاجة أحلى، لازم أبسط كل الناس، يعني حاجات كتير. أنا بتهيالي إن أنت ناس هتفضل تقولك لسنين طويلة لؤلؤ، معرفش ليه، حاسة إنه ارتبط الموضوع جدا بالمسلسل. ممكن عشان تعلقوا بالشخصية، يعني أنا حصلت لي الناس تعلق بالشخصية مثلا في الأسطورة، ففضلت للسنين بيقولوا لي لحد دلوقتي منزل الشارع كانوا بيقولوا لي يا شهد،
لحد لؤلؤ بقى يقولوا لي يا لؤلؤ، فالحمد لله يعني. طيب مي، هل كنت متوقعة كثافة المشاهدة الرهيبة للمسلسل ده؟ كنت يعني كنت متوقعة نجاح، كان عندي إيمان كده وثقة بالله إن هيبقى فيه نجاح، كان فيه فايب كده وأنا بصور، كنت حاسة ما أعرفش، كنت مبسوطة، كنت حابة الدور قوي 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 قوي، فكنت حاسة إحساس كده، عارفة بيجي لك صلة كده بربنا، حاسة إن ربنا هيكرمك. بس هو أكرمني قوي، هو أكرمني قوي 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 قوي، الحمد لله. دي أول بطولة مكتملة ليكي، خلينا أقول أنت عملتي أعمال لطيفة جدا وحلوة جدا، بس عمر ما كان اسمك أول اسم في التتر. مظبوط. فده بطولة، ده إلى أي مدى كنت قلقانة منه؟ لا كنت قلقانة، كنت مرعوبة. فعلا كنت مرعوبة، لأن دايما لما بتعملي دور في عمل بتبقي خايفة طبعا جدا في كل دور بتعمليه، وبتبقي عايزة تجتهدي فيه، بس مسؤولية عمل، مسؤولية إن هيتقال المسلسل نجح او ما نجحش، فاللي شايل العمل هو اللي هيشيل كل الموضوع. فدي مسؤوليه كبيره، والحقيقه ان انا حسيت بيها اكتر وانا بصور. انت لو في ورقه في اللوكيشن انت شايله همها، حاجتك اكنه بيتك، اللوكيشن ده اكن انا الديكور بتاع بيت لؤلؤ وهو بيتهد، انا عيطت، بيتي خلاص ده بقى بيتي، انتوا بتهدوا بيتي. هو كده كده اصلا يعني، هو كان شكله مرعب، الناس ارجوكم محدش يهد، انا عايزه اعيش فيه. ده كان الناس كانت منبهرة بتفاصيل كتيرة، هنيجي مهندس الديكور، بس موضوع الديكورات دي كانت مهمة. مهندس ديكور، مهندس أمير عبد العاطي، لازم أشكره على الهواء على الديكور اللي هو عامله في المسلسل. الحقيقة هو عامل حاجات كتير. طيب دلوقتي بطلة المسلسل مطربة، ومي عمر مش مطربة يعني عمرها ما سمعنا، ده انت كان جوزك بيتريق عليكي في الغنى يعني. صح. ف لا قولي لي انه الموضوع ده اخد منك تفكير على فكره، ممكن تطلع ممثله ما اعرفش، بس يعني قصدي دراميا هي نجمه، انما مطربه دي برضو لود طبعا، بس جديده ومختلفه، وفكره ان يبقى في اغاني جوه المسلسل طبعا. حاجه الناس حبيتها والاطفال حبوها، فكانت حاجه حلوه. انا خوفي كان ان الناس تحس ان الصوت في حته والصوره في حته، ده اللي انا كنت مرعوبه منه، وكنت شايله همه طول الوقت، ان عايزه يا رب الناس تحس ان الصوت ده خارج من الشخص ده. ولما تعرض الحقيقه الاغاني نزلت الاول اغنيتين، في ناس كتير كانت فاكره انه صوتي، وناس فضلت متلخبطه، وناس مش عارفه هو ده صوتك ولا مش صوت، لدرجه ان صحابي اللي هم عارفين ان انا بعمل مسلسل وعارفين ان ده مش صوتي، هم عارفينه مش صوتي وصدقوا، وبقوا يقولوا لي لا بجد هو ده صوتك، لا انت عارفه انه مش صوتي. هو عشان انتقاء الصوت زي ما انت قلتي، هو يعني صوتي ليق على الشكل ده، يعني صوتي ليق والاكسبيرينس بتاعت الغنى. انا رحت عند نادر حمدي وسجلت الاغاني بصوتي، لازم، عشان كان لازم اعيش التجربه وافهم الاغاني بتتغنى ازاي، والنفس فين، والاصوات يعني في حاجات كتير، وانا استفدت يعني من التجربه دي. ساعدتني كتير في السينك بعد كده. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه، واتش ات، ما تخليش حاجة تفوتك.